استقبل المسجد النبوي الشريف الدفعة الأولى من معتمري الخارج، وذلك بعد أدائهم مناسك العمرة وسط احترازات متكاملة. وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها وجندت كامل طاقتها البشرية والآلية لخدمة الزائرين. ونظمت رئاسة الحرمين دخول الزوار إلى المسجد النبوي حسب المواعيد المعتمدة من تطبيق اعتمرنا ووفقا للطاقة التشغيلية. وحول ذلك وللمزيد انضم لنا من المدينة المنورة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشريف الدكتور محمد الخضيري. أهلا بك دكتور محمد معنا ومساء الخير. حدثنا عن الخطة المعمول بها لديكم مع بدء المرحلة الثالثة للعمرة والزيارة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم وبالمشاهدين، ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق. بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم استقبل المسجد النبوي الدفعة الأولى من الزائرين من خارج المملكة العربية السعودية، وكانوا قبل ذلك قد وصلوا إلى مكة المكرمة. وفور وصولهم إلى المدينة المنورة بالتنسيق مع وزارة الحج تم استقبالهم في المسجد النبوي ولأداء الصلاة في الروضة الشريفة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والصلاة في المسجد النبوي بشكل عام. نعم نعم دكتور عبد الله، دكتور محمد، ما هي الطاقة الاستيعابية التي تعمل عليها الوكالة اليوم لاستقبال الزوار والمصلين إلى المسجد النبوي الشريف؟ نعم، نحن الآن في المرحلة الثالثة من فتح الزيارة والعمرة والصلاة في الروضة الشريفة، وقد وصلت الطاقة الاستيعابية في هذه المرحلة إلى 100% من الإجراءات وفق الإجراءات الاحترازية. طبعا وفق الإجراءات الاحترازية تعني أنه بالتباعد وبجميع الإجراءات الاحترازية، لكن ليس مثل الوضع الطبيعي، وإنما على وفق الإجراءات الاحترازية يكون هناك عدد محدد، وتستوعب الروضة الشريفة تقريبا في الوقت الواحد ما بين 160 إلى 170 شخص في الوقت الواحد، بينما في طوال اليوم تستقبل الروضة الشريفة تقريبا ما بين 4 إلى 5 آلاف مصلي في اليوم والليلة. نعم دكتور محمد، حدثنا أكثر عن آلية الدخول للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة. طبعا منذ بداية تم الاعتماد على تطبيق اعتمرنا بالتنسيق مع وزارة الحج، وكذلك بالتنسيق مع الجهات العاملة في المسجد النبوي والقوات ورجال الأمن، حيث تم اعتماد أنه لا يقبل أو لا يمكن أن يدخل للصلاة في الروضة إلا وفق من سجل في تطبيق اعتمرنا، ومن ذلك الدخول على اختيار الصلاة في الروضة، ويحدد الوقت المحدد للصلاة، ثم يأتي في نفس الوقت للدخول ويجد مكانه جاهزا ومحجوزا. ولله الحمد كان هذا الإجراء لقي قبولا كبيرا جدا عند المصلين سواء من الرجال أو من النساء، حيث يأتي الشخص في موعده بدون زحام وبدون انتظار طويل، ويقوم بأداء الصلاة والعبادة في الروضة الشريفة أو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بكل راحة وطمأنينة، ويأخذ حظه في هذا المكان دون أي إزعاج ودون أي زحام ولله الحمد. وهذا من فوائد استفادة من التقنية واستفادة من الترتيب والتنظيم، ومن هذا المنطلق حقيقة أرفع أسميات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وسمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو أمير منطقة مكة المكرمة على يعني هذه الإجراءات وهذه الخدمات. ولا أنسى أن أشكر أيضا وزارة الحج والعمرة على يعني جهودها في هذا التطبيق، وزملائنا في الميدان رجال الأمن ورجال الصحة الذين يعني كان لهم الدور الكبير في تيسير هذا الأمر وفي خدمة الزائرين وفي خدمة المعتمرين سواء من داخل المملكة العربية السعودية أو من خارجها الذين وفدوا إلينا في هذه الأيام. نعم شكرا جزيلا لك وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشريف الدكتور محمد الخطيري.